السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ذكرنا في دروس الأمس بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الوضوء وأحكام التيمم وسوف نجمل هنا هذه الأحكام في نقاط هي محددة ويعني هذه النقاط ومع فوائد أخرى أوردها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره فمن فوائد هذه الآية الأمر بالنية عند الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني هنا أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لها هي التقدير ففيه وجوب النية في الصلاة وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وفيها كذلك أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت
وإنما تجب يعني القيام للصلاة. الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب بالقيام للصلاة. وفيها كذلك الأمر بغسل يعني الثالثة فيها الأمر بغسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق كما ثبتت في السنة. وذكرنا أن الكافية المستحبة في ذلك أنه يأخذ 3 غرفات فيستنشق من كل غرفة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. وهذه الكافية جاءت في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره ممن نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كذلك يعني الأمر بغسل الوجه وإذا كانت اللحية كسة نعم فهنا في هذه الحالة يستحب له أن يحنك هذه اللحية أي أن يأخذ كفا من ماء فيخلله في أصول لحيته لما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه أي يعني يخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. تخليل اللحية مستحب وليس واجبا. ومن الفوائد كذلك الأمر بغسل اليدين مع المرفقين كما ذكرنا والسنة إذا زاد على ذلك من باب إطالة الغرة والتحجيل ومن باب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. وفيها الأمر بغسل الرأس جميعه وأن هذه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذه الباء للإلصاق وليست للتبعيض. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس 3 كيفيات إما أنه يمسح الرأس جميعه وإذا مسح وهذه الكيفية الأولى أو يمسح على ناصيته ويكمل على العمامة أو يمسح على العمامة. وفي أنه لابد في المسح من إمرار اليد على الرأس فلو غسل رأسه لم يأتي بما أمره الله عز وجل في أنه يجب في مسح الرأس إمرار اليد لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فلابد فيها من إمرار اليد. فلو غسل الرأس في الوضوء لم يكفي لأنه لم يأتي بما أمره الله جل وعلا به في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وفيه الأمر بغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان هم العظمتان الناتئتان في جانبي القدم وليست الأعقاب يعني الكعوب كما تذهب الرافضة. ومنها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال فرأيت الرجل منا يلزق كعبه في كعب أخيه. فالكعبان هما العظمتان الناتئتان في جانبي القدم. وفي قراءة النصب ويعني في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وجوب الغسل وهذا فيه رد على الرافضة إذ ذهبوا إلى مسح الرجلين وهم يعني مخالفون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما ويل للأعقاب من النار. وفيه كذلك الإشارة للمسح على الخفين في قراءة الجر قراءة الثانية المتواترة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذه قراءة الخفض هذه فيها إشارة إلى المسح على الخفين فيكون قراءة النصب على غسل الرجلين كما ثبت بذلك ظاهر القرآن وقراءة الجر على المسح على الخفين لأن السنة هي التي يعني بينت أنه لا يجوز المسح إلا على الخفين فقط بشرط أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة لما ثبت يعني الحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره. وفيه كذلك من الفوائد الأمر بالترتيب في الوضوء والترتيب في الوضوء واجب بمعنى أن هذه الأعضاء الأربعة الوجه أولا ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الأرجل مع الكعبين هكذا الترتيب. هذا الترتيب واجب ولا يصح أن يقدم غسل الوجه يعني ولا صح أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. وذكرنا أن الترتيب في ذلك واجب
لأن الله جل وعلا أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، والعرب لا تفصل الشيء عن نظيره إلا لعلة. فإدخال مسح الرأس بين هذه المغسولات بين هذه الأعضاء التي يجب فيها الغسل دلالة على أن الترتيب واجب. وكذلك أيضا مما دل على أن الترتيب واجب أن قول النبي ما ثبت في الصحيحين في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصفا، ثم ذهب إلى المروة. وفي رواية للنسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. فحتى لو كانت الواو في اللغة تقتضي لا تقتضي ترتيبا، وهذا معنى الواو في اللغة أنها لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي يا مطلق الجمع، إلا أنها تقتضي شرعا فيك في كلام الله عز وجل الترتيب بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وعلى ذلك هذا الترتيب واجب، والترتيب واجب في هذه الأعضاء الأربعة. فلا يجوز مثلا تقديم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولكن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه، يعني لو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق، أو غسل اليسرى قبل اليمنى، هذا الترتيب مستحب بين الأعضاء. يعني لو غسل اليسرى قبل اليمنى يبقى خلف السنة، لكن الوضوء صحيح. فالترتيب هنا الواجب هو بين هذه الأعضاء الأربعة. أما الترتيب الداخلي، يعني لو غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، أو غسل اليسرى قبل اليمنى، صح ذلك، ولكن مع يعني مع مع مكلفة الأولى. وفي كذلك الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فيكون الأمر واجبا في حق المحدث، ويكون مستحبا في حق المتوضئ. وكما ثبت عن الخلفاء فيما حكاه عنهم ابن سيرين: كانوا يتوضؤون عند كل صلاة، ولا يجب ذلك، وإنما هذا من باب المستحب. وفيه كذلك الأمر بالغسل من الجنابة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفيه كذلك أنه يجب تعميم البدن بالماء في الغسل، لأن الله جل وعلا أضاف التطهر إلى البدن ولم يخصص منه شيئا، فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لكنه ذكر في الوضوء أعضاء، في الوضوء تغسل في الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لكن في الغسل لم يذكر الله جل وعلا أعضاء معينة، وإنما قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فدل على وجوب تعميم البدن بالماء. وفيه أنه يندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر بالنسبة لغسل الجنابة، وأنه يكفيه تعميم البدن بالماء، ولا يجب الوضوء في غسل الجنابة، وإن كان الوضوء في غسل الجنابة مستحبا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو عمم البدن بالماء في الغسل ولو لم يتوضأ أجزأ ذلك عن الغسل، على الراجح من أقوال أهل العلم. وفي أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة ومناما أو جامع ولم ينزل، كل هؤلاء جنب. وفي أن من ذكر أنه احتلم في الليل ثم لم يجد بللا فإنه حينئذ ليس محتلما، لأنه ليس هناك دلائل على أنه احتلم. إذن لو ذكر في الليل بأنه احتلم، يعني بأنه احتلم ثم لم يجد بللا، فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة. وفيه كذلك أن من أسباب جواز التيمم هو فقد الماء والمرض الذي يمنع معه الغسل بالماء، فسواء فقد الماء أو كان استعمال الماء يضر، فإنه حينئذ له أن يتيمم. وفيه أن الخارج من السبيلين من البول أو الغائط ناقض للوضوء، وبهذه الآية استدل من ذهب من العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، ولم يذهب إلى نقض الوضوء بمس الذكر أو غيره، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم.
وفيه استحباب التكنية فيما يستقذر من الألفاظ أن يكون عفيف اللسان، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فهنا كان الله سبحانه وتعالى في هذه الألفاظ، فأنا ينبغي هنا للمسلم أن يتأدب بهذا الأدب فيكني في ألفاظه، والمؤمن ليس بسباب ولا فحاش. وفي أنه إذا دخل عليه الوقت ولم يجد وليس معه ماء فإنه يلزمه طلب الماء في وحله أو فيما قرب منه، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. إذن فلم تجدوا ماء في أي في طلب الماء. طب كيف يطلبه؟ يطلبه في وحله فيما قرب منه، لكن لا يلزمه أن يسير مسافات بعيدة حتى يحصل على الماء. لا، إذا بحث عن الماء في وحله أو فيما قرب منه فلم يجد الماء جاز له حينئذ التيمم. وفي كذلك أن يعني لو وجد الماء وحتى لو كان في صلاة فإن يعني بطل التيمم حتى لو كان في صلاة، يعني لو صلى بتيمم ثم حضر الماء في أثناء الصلاة بطلت هذه الصلاة، لقول لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء فإن وجد الماء فليمسه بشرته. نعم، فإن وجد الماء فليمسه يعني بشرته. وفي كذلك أنه لابد في النية من التيمم، يعني يكون عنده نية، لقوله تعالى فتيمموا أي فاقصدوا، وهذا فيه إثبات النية. والتيمم عبادة، شأن كل العبادات تفتقر إلى نية. وفي أنه يكفي في التيمم كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ومن غيره، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وفي أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس الذي اختلط بالنجاسة، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ومن غيره. وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من جدار حين سلم عليه أحد الصحابة فلم يرد عليه حتى تيمم من الجدار. وفي كذلك أنه يكتفي في التيمم بمسح الوجه واليدين على الترتيب الذي ذكره الله جل وعلا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الله جل وعلا الوجه على اليدين. والسنة ثبتت في التيمم بضرب الأرض ضربة واحدة ثم النفخ فيها ويمسح وجهه ثم يديه، والترتيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي أن اليدين في التيمم تمسحان إلى الكوعين، وهذا هو المفصل، يعني الرزق لهذا الكوع، لأن اليدين عند الإطلاق إنما تطلق على ذلك، ومن قول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع من هنا وليس قطع مما زاد على ذلك. ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن تمسح الأيدي في الوضوء إلى المرافق ذكر قيد الله جل وعلا فقال وأيديكم إلى المرافق، فدل على أن الأيدي إذا أطلقت تطلق على إلى مفصل الكوع. وهذه هي بعض الفوائد التي أملاها أهل العلم، وكذلك مما ذكر منها كثيرا الشيخ السعد رحمه الله تعالى في تفسيره. وطبعا احنا هنا عندنا ذكر الله جل وعلا في سورة النساء آية التيمم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الجزء الأخير هذا من الآية كله موجود بحذافيره في أواخر آية الوضوء. إذن عندنا التيمم الآن مذكور في آية النساء، ومذكور كذلك في سورة المائدة، وقصة التيمم ثابتة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة له ففقدت عقدا لها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب هذا العقد، أرسل الجنة يلتمس هذا العقد، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى الناس عائشة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنها حبست النبي صلى الله عليه وسلم على غير ماء،
فأصبح وعاتب أبو بكر رضي الله عنه عائشة. نعم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر ولا ماء، فأنزل الله عز وجل، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت فأنزل الله تعالى آية التيمم، فأنزل الله تعالى آية التيمم. وهنا في إشكالية هنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم، هل هي الآية التي في سورة النساء لأنها نزلت أولا، وهل هي نزلت أولا ولا أم آية المائدة؟ آية النساء. لماذا؟ لأن في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلم تكن الخمر قد حرمت نهائيا في هذه الآية. وثبت في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثبت التحريم النهي في سورة المائدة. وعلى ذلك القول الذي يترجح في هذه المسألة، مسألة فيها بحث طويل بين أهل العلم، ولكن القول الذي يترجح بأدلة من الكتاب ومن السنة أن آية التيمم نزلت في سورة النساء. الحديث قصة أم من عائشة رضي الله عنها على آية النساء، والتيمم المذكور في سورة المائدة هو لتقرير الحكم السابق في سورة النساء من باب تفضل الله جل وعلا على عباده بهذه المنة عندما يعجزون عن فقد الماء. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن التيمم شرع في غزوة المريسيع سنة 5 أو 6 هذا ليس بصائب، التيمم مشروع قبل ذلك، لأنه ثبت تحريم الخمر بعد غزوة أحد في حدود السنة 3. نعم. فهذا كان فيه الآية التي في سورة المائدة. فالشاهد من هذه القصة أن الحديث الذي ورد فيه سبب نزول التيمم متعلق بآية النساء، وما ورد في سورة المائدة يقرر الشرع الذي يعني الذي بينه الله جل وعلا في سورة النساء. ولذلك أواخر آية الوضوء جاءت مبينة كما هي في سورة النساء اللي هي مسألة التيمم. والسبب اللبس أن في قصة لأم من عائشة أخرى، قصة أخرى لأم من عائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة المريسيع أنها فقدت عقدا لها، وغزوة المريسيع كان سنة 5 أو سنة 6. هل هي قصة واحدة؟ فلذلك ذهب من قال من أهل العلم إلى أن التيمم كان في غزوة المريسيع بسبب وجود أيضا قصة فقد العقد، أم أنهما قصتان؟ الصواب أنهما قصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ولذلك لم يذكر في الحديث الوارد في الصحيحين لم يذكر فيها يعني التيمم، وإنما ذكر فقط فقد العقد. إذا قضية فقد العقد وقعت في حادثتين، وقعت في حادثة التيمم التي أنزل الله جل وعلا فيها آية التيمم، وقعت كذلك في غزوة المواسية، ونزول التيمم متقدم على غزوة المواسية سنة 5 أو 6. إذن حاصل كل ذلك أن الحديث المتعلق بنزول آية التيمم هو في سورة النساء، وما ورد في سورة المائدة يقرر هذا الشرع الذي أنزله الله جل وعلا في سورة النساء. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهنا واذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف صيغة من صيغ العموم، أي واذكروا نعم الله جل وعلا عليكم. ومن هذه النعم هذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا اليسر الذي يعني بينه الله يا جل وعلا عند فقد الماء، فإنه أو كان هناك ضرر من استعمال الماء فإنه له أن يتيمم، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. والمعلوم أن الله عز وجل أسبغ النعم على عباده كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وذكر النعم سبيل شكرها، لذا دائما يذكر الله جل وعلا عباده واذكروا نعمة الله عليكم، لأن إذا يعني ذكرت النعم يعني قاد كذلك إلى شكر هذه النعم، وقاد كذلك إلى الثناء على الله عز وجل بهذه النعم واستعمالها فيما في مرضات الله جل وعلا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهنا اختلف العلماء في هذا الميثاق، ما هو هذا الميثاق؟ نعم.
على أقوال من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الميثاق وهذا هو الراجح هو البيعة التي كان يبايع فيها النبي التي كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي وحديثه في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وكما كانت النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآيات إذن قول الذي يترجح في ذلك وميثاقه الذي واثقكم به البيعة التي بايع فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه عليه على ماذا؟ على السمع وعلى الطاعة. البعض يقول أن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم في صلب أبيهم آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. البعض يذكر هذا الميثاق وهذا غير راجح. الراجح كما رجحه الحافظ ابن كثير وكذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ومن بعده الحافظ ابن كثير أن هذا الميثاق هو البيعة التي كان الصحابة يبايعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبايعون على ماذا؟ كان يبايعون على السمع وعلى الطاعة. فهنا يذكرهم الله جل وعلا بهذا ويقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه البيعة توجب عليهم ماذا؟ توجب عليهم الانقياد لله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذه الأحكام التي بينها الله عز وجل في كتابه. فالمقصود هو تذكيرهم بالانقياد والانصياع لهذه الأحكام لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وطبعا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم يد الله فوق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ومن هنا قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فأضيف الميثاق لله سبحانه وتعالى لأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبايعة لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. يد الله فوق أيديهم إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وحذر الله عز وجل وأمر الله جل وعلا عباده بتقوى. وتقوى الله جل وعلا يعني العمل بما أمر والانتهاء عما نهى. وهذا هو الوقاية التي تقيك من سخط الله عز وجل. ومن هنا هذا هو يعني ثمرة التقوى. لذا قال جل وعلا واتقوا الله ثم حذر الله عباده إن الله عليم بذات الصدور. وهذه كما قال الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذر أن يعلم الله عز وجل من قلبك إدمارا لمعصية أو عزما على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ففي الآية تحذير من الله عز وجل أنه لا يخفى عليه من عباده شيء إن الله عليم بذات الصدور عليم بما يدور في بخلجات الصدر وما يدور في نفسك. وهنا ينبغي للعبد أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا. فإذا كانت الآية الأولى فيها الطهارة الظاهرة فكذلك هنا يعني يرشد الله جل وعلا إلى وجوب أن يكون المسلم طاهرا ظاهرا وباطنا. فتطهر ظاهرا بهذه الطهارة وتطهر باطرا من الكبر والعجب والخيلاء حب الدنيا ومن الحسد وغيره من أمراض وآفات القلوب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي أن تكون جميع أعمالكم لله عز وجل ولوجه الله سبحانه وتعالى. قوامين جمع قوام صيغة مبالغة وفيه إرشاد إلى إخلاص العمل لله عز وجل كما قال الله جل وعلا في الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وقوامين لله كذلك تدعون الناس لدينه تخلصون العمل له وكذلك تسعون لإقرار أمر الله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقسط هنا هو العدل. نعم شهداء بالقسط. وذكر الله جل وعلا هذا الأمر بينه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ف
فيعيد الله جل وعلا الأمر مرة ثانية لأهمية أن يكون الإنسان قائما بالقسط. ولذا ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي يمين سبحانه وتعالى، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. نعم، فجعلهم الله عز وجل لهم هذا الثواب العظيم، شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم على أن تنتهكوا معهم، على أن تسلكوا معهم غير سبيل العدل. فيكون الإنسان يعني على عدل مع من يحب ومع من يكره. نعم، كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسط مع الموافق ومع المخالف. ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض، شنآن بمعنى البغض. نعم، من يعني كما في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبطر، أي إن مبغضك هو الأبطر، هو المقطوع الذي يقطعه الله سبحانه وتعالى، أي يقتله الله جل وعلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فالإنسان يستعمل العدل والإنصاف مع الموافق ومع المخالف. نعم، ولا يستهويه بغض أقوام على أن يسلك غير سبيل العدل معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل دائما أقرب للتقوى. والعدل نص الله عز وجل عليه في آيات كثيرة في كتابه الكريم، والله جل وعلا حكم العدل. نعم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل. نعم، وفي سورة الرحمن يعني كرر ذلك: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، إلى غير ذلك قبلها من آيات يعني التي فيها التعبير عن العدل بالميزان، وهو آلة العدل. اعدله هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. هنا يتكرر الأمر بالتقوى كثيرا، لأن العمل بالتقوى، العمل بالعدل هو من تقوى الله عز وجل. لذا يقول: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هنا يحذر الله عز وجل عباده كذلك، كما قال في الآية الأولى: إن الله عليم بذات الصدور، يقول: إن الله خبير بما تعملون. وهذا يربي الله جل وعلا عباده على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما نادى، والحديث عند البخاري في صحيحه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. نعم، فسمعنا مناديا ينادي: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: أخرج فانظر هذا الصوت. فخرجت فإذا المنادي ينادي: إن الخمر قد حرمت. منادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي في الناس، مجرد نداء. فقال أبو طلحة: قال أخرج فأهلقها، يعني ألقها. قال: فجرت الخمور في سكك المدينة، فجرت الخمور في سكك المدينة. يعني كل واحد مجرد أنه سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم صارت طرق المدينة في ذاك التوقيت ممتلئة بالخمور، كل واحد يعني سمع المنادي. هكذا تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مجرد الأمر نداء. فلا توانى في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أوجب وما يعني أوكد أن نربي أنفسنا وأولادنا من الصغر على تعظيم أمر الله عز وجل، وعلى تعظيم شعائر الله، وأن ينشأ العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى، ليس مراقبا للبشر. لذا دائما يؤكد الله جل وعلا على هذا المعنى: إن الله عليم بذات الصدور، إن الله خبير بما تعملون. وهذا هو الفرق بين الشرع المطهر وبين هذه القوانين الوضعية، أن الشرع المطهر يربط الناس دائما برب العالمين سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وكان لابد هنا أن يبين مآل من التزم هذه الأحكام واتقى الله سبحانه وتعالى،
فيبين ما أعده الله جل وعلا لهم، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين انقادوا لله جل وعلا وانقادوا لرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بما أمر الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والمغفرة نكرة والأجر كذلك نكرة، ليفيد والتنكير يفيد التفخيم والتعظيم. والمغفرة تعني غفر يعني إزالة أثر الذنوب في الدنيا وفي الآخرة، إزالة العقوبات في الآخرة مع إزالة أسباب شؤمها في هذه الدنيا، وهذا هو معنى المغفرة. نعم، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بعد هذا البيان من الله عز وجل، نعم، أولئك أصحاب الجحيم. ودائما لم يذكر الاسم الموصول ما علته، فالعلة هنا فإن علة الاسم يعني لما يذكر الاسم الموصول مع صلته، فصلة الموصول هي العلة، يعني علة أن العلة التي جعلت هؤلاء أصحاب الجحيم لأنهم كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل. وهذا يشمل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين صيغة عموم، الأسماء الموصولة صيغة عموم، تشمل الذين كفروا من هذه الأمة، وتشمل الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اليهود ومن النصارى، كل هؤلاء داخلين في هذه الآية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم يختم هذا الربع يعني بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هنا في أول آيات اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، وهنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم مرة ثانية. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهنا يذكر الله جل وعلا عباده بنعمه، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، والإنسان لا يستطيع إحصاء نعم الله عدا فضلا عن أن يحصيها شكرا. ومن ضمن هذه النعم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الإمام البخاري يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في غزاة من الغزوات، فجاءوا تحت يعني الشجر، نعم، فتفرقوا تحت هذا العضاة يعني الشجر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه ياب شجرة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحرسه أحد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحرسه أحد. فجاء أعرابي، نعم، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي في يده السيف سلطان، سيف النبي صلى الله عليه وسلم اخترطه، نعم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي في يده السيف سلطان، والأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. فكبر الرجل فكبر الله عز وجل، فسقط السيف من الرجل ما استطاع، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. وهذه الزيادة ليست في الصحيح، لكن الرواية التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط السيف، وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيح، والأعرابي جالس بجواره. انظر خلق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، العربي جالس بجواره وحكى وقص لهم القصة. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه القصة في قوله تعالى إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. نعم، وهذا يعني يمتن الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى يحوط المؤمنين ويرعاهم، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كما قال جل وعلا فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم، والرجل فكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منفرده، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بكل ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت في غزوة أحد لما حدث الانكشاف للصحابة، ثبت في الصحيح أنه كان هناك رجلان يلبسان ثيابا بيض يقاتلان أشد القتال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الملائكة تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد صلى الله عليه وسلم حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهذا التذكير من الله عز وجل دلالة ليعلم الله جل وعلا عباده أنه متى أقام العباد أمر الله واتقوه والتزموا أمره ونهيه
وانقادوا له سبحانه وتعالى، فهذا من فهذا سبيل نصرتهم من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله العظيم مصيبة المسلمين الآن، المليار ومئتين مليون دول، مليار ده الصحابة في غزوة حنين قالوا لما بلغوا 12,000 قالوا وما بلغوها في غزاة قط، قالوا لن نهزم اليوم من قلة. اليوم المسلمون مليار ومئتين مليون، ويسب نبيهم صلى الله عليه وسلم ويستهزأ منه ويستهزأ يعني بشريعة الله جل، وتقطع بلدان المسلمين إرما الآن تحت سمع وبصر المسلمين في كل العالم. هذا هو الغشاء الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك لأن الأمة انحرفت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الأمة تقيم أمر الله عز وجل كان الخليفة يخاطب الصحابة والقائد يخاطب الصحابة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كان يقف الفارس أمام البحر والمحيط يقول: والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لخطه في سبيل الله عز وجل. وكان في زمن الصحابة سبحت الخيول على الماء، ومن الصحابة من مشى على الماء. توكلهم ويقينهم وتعظيمهم لأمر الله عز وجل ونهيه. والأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن يذكر الله جل وعلا عباده بذلك بأنه قادر سبحانه وتعالى على إحاطتهم، على أن يحوطهم وأن ينصرهم وأن يدفع عنهم طالما نصروا دين الله عز وجل ونصروا شرعه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. كم أمر هنا بتقوى الله؟ تكرر الأمر كم مرة؟ كثير، أكثر من 3. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، الثالثة: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. فتعلم فضيلة التقوى، وتعلم مزية التقوى، وتعلم محبة الله عز وجل للتقوى. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله وحده، والتوكل عبادة قلبية، والتوكل من أعمال القلوب، والأخذ بالأسباب من أعمال الجوارح، ولا يتنافى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. وحقيقة التوكل أن تتوجه بقلبك لله سبحانه وتعالى وحده وتنزل به حاجتك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه من كل شيء. ثبت في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله كما أمركم الله سبحانه وتعالى لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ماذا تفعل الطير؟ ما هو التوجيه في هذا الحديث؟ أنه لا ينبغي التعمق في الأخذ بالأسباب، لكن تفعل المتاح لك كما تفعل الطير. الطير لا حيلة لها إلا ما ألهمها الله جل وعلا وما علمها من الطيب، فمجرد هذا الطيب تغدو خماصا وتعود بطانا. وكذلك التوكل، فالأصل أن يكون توكلك على الله عز وجل يعني عظيما، وأخذك بالأسباب المتاحة، فهنا يتحقق لك الظفر والنجاح. وكم يخزل الناس بسبب اعتمادهم على أدواتهم وعلى ملكاتهم وعلى حزقهم وعلى مهاراتهم، ولا يتوكلون على الله جل وعلا ولا يتوجهون بقلوبهم إليه، فيكون نصيبهم من ذلك خذلانا وحسرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.